العويد من عام 1824. De design. العليني لتحقيق الأمان. محليها الحياة مع بريزيدان. بنا تعيش معنا. ناتيلي لو غو دو لا ناتور. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. ليبيدور هي الاصل. مرحبا بكم الناس اللي تتبع فينا، كل الناس الأوفياء الأولاد الكوجينة سبيسيال رمضان على قناة التاسعة. اليوم حلقة سبيسيال برشا، وصلنا ليلة 27 في سيدي رمضان. إن شاء الله مبروك علينا وينعاد علينا بالخير والبركة. شيف سافا؟ أهلا بيك. شنو حالك شيف مؤمن؟ الحمد لله أون فورم. الأيامات هاكا تجري وتبارك الله، نخلطنا ليلة 27 إن شاء الله ينعاد علينا هكا، ولكن تقول انت ينعاد علينا بالخير والبركة. وان شاء الله احنا زاده شاف مؤمن كالعاده والعويد وشاف انفيتي ديما اللي يجي بحدنا، ان شاء الله يكونوا دلوكم وحضركم الدبارات استنفعتوا بهم طيله شهر رمضان. ان شاء الله يكونوا عجبتهم الدبارات زاده كيف يجربوهم زاده شاف. شفتوا كالعاده والعويد شاف مؤمن اليوم ماهوش باش يكون وحده، باش يكون معنا شاف جيست. خليكم تشوفوه توا شكون. كما كنت تشوفوا معنا الشيف متاعنا بيان سور وجهه مش غريب عليكم، خاطر حضر معنا زادة في حلقة قبل من أولاد الكوجينة، شيف سبيسيال برشا برشا. نرحبوا بطبيعة بشيف لمجد. عسلامة شيف. عسلامة، مرحبا، مبروك شيف، عايشك كل عام وانت بحي بخير وعلى الأمة الإسلامية الكل، وإن شاء الله كيما إن شاء الله نكونوا خفاف ظل عليكم، وإن شاء الله نكونوا حاجة نعملوا حاجة باهية وبنينة. بس بطبيعة شايف شايف سيغتو زادة اللي موجود معنا اليوم شايف لمجد كيما زادة وعدتو وعدناك شايف اللي أنت باش ترجع بحدنا ليلة 27، يظهر لي كنا عند الكلمة ولا لا؟ وأنا زادة نستجيب القناة التاسعة زادة بطبيعة شايف لمجد باش يفرح بينا، اللي هو شايف نذكره ديما اللي هو الشامبيون دو موند شايف الكسكسي.
ايه كسكسي في كل شيء الحمد لله ربي في كل شيء شيف يعطيك الصحة شيف شنو باش تحضر لنا من اليوم فيسك ليلة 27 شنو نطيبوا؟ مستنسين نحن العادة والعوايد نتاع ليلة 27 ديما نجريو نعملوا كسكسي بالعلوش اي سيفتوا العلوش غالي شوية وفيه برشا ناس ولات تهرب منه كوليسترول وكذا باش نعملوا كسكسي رويال اي ملكي هذا الكسكسي رويال بالدجاج والمرقاز والكروفيت داكور شيف دونك نستحقوا دجاج الفيرما الكروفيت والمرقاز نتاعنا هي البرشا شيف شنو نستحقوا اخر شيف البصل الفلفل زينه الثوم الملح الكركم سكنجبين مرحي نوات ميسكا عندنا الزهر باش نعمل رشة بعد الزهر باش نعمل البارفيمي نتاع على على الكسكسي هذا لي زاسوس نتاع الكسكسي اللي شايف نتعلمهم من اليوم اي ان شاء الله نكونوا حاجه ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه قدر ربي شايف حاجه دلوله برشا وبنينا برشا شقا الفطر شايف نبداو ملا نبداو ان شاء الله نبداو العاده والعويد زيت نجمه زيت زيت نجمه هذوما ديما الحاجات الاساسيه دونك ديما الواحد يعرف شنو يختار باش الماكله نتاعو تجي بنينه هذيك علاش احنا اليوم اخترنا زيت نجمه اللي هو سافور دو لاني 2019 نمشيو للحاجه نتاع العاده والعويد اللي ما يغيبش على طعام البصل سخطو على الكسكسي شاف فما حتى شاف شكون يزيدوا الكسكسي البصل اللي يزيدوهم بعد البصل اللي باش يقعد روس من بعد في الاخر هذاك مش نحطوه ولا باش يزيدوه مره انا باش نقليه الدجاج الفيرما تاعنا باش نخليوه وبعد نبدا نتبعوا بشويه بشويه بخضرتنا وكل شيء ونعمل كسكسي طفويرتين باش يجي الكعبه تتحل هكا وبعد ما ننساوش زاده شويه ثوم الثوم العنصر الاساسي زاده في الكسكسي نتاعنا اليوم عشان الدلول شقال الفطر عنا الكسكسي وعنا زاده شيف مؤمن بيان سور باش يحضر لنا لي زونطري نتاعنا والماكله البنينه والدلوله والديسير زاده ما ننساوش في شقال الفطر نتاع سيدي رمضان الموس وباش نعملوا ديسير نتاعنا موس الشوكولا اي اي برشا دليل اليوم من موس شوكولا وكسكسي رويال زاده يعطيك الصحه شيف باش نخليه الدجاج نتاعنا هذاك المرقاز ما فيهوش روح والكروفيت ما فيهاش روح باش نقليوها مليح مليح باش يخرج لك الواحد نتاعو المطعم نتاعو المطعم نتاعو بالطبيعة استنى بيان سور سيرتو دجاج الفيرما دجاج الفيرما داكوغ روحوا شوية ملح ما نملحوش برشا رمضان وعطى الشوان بعد نعدل امورنا في الاخر بكل فما برشا عباد شاف توا ولاو يغلطوا حتى يغلطوا شاف يحطوا الملح من الاول ومن بعد رمضان واللي ما فيهوش دواء بعد صحيت دونك دو بريفيرونس ديما يحط من الاول اقل مش مشكله حتى من بعد تجيه باش يزيد شويه خير من اللي يلوح العشاء نتاعو الكل خلينا الان داكوغ عندنا بيان سور البويوار نتاعنا برانسيس باش هكاك لازمنا ديما شاف نمرقوا بالماء سخون والريحه نتاع الكسكسي بدات تفوح كملوا فوحوا اي فلفل زينه هذا بينا ما نعملوهاش حاره خاطر المعده تبدا فارغه وتحط عليها حاجه حاره داكوغ حطينا سكنجبين نتاعنا زاد بالنسبه للدجاج مهم برشا نحطوا شويه كركم باهي برشا شاف هذوما اليوم بالحق باش نتعلموا الكسكسي من عند وعنا الهروس الفركيتا البنينة اللي زادة باش تفوح لنا الكسكسي نتاعنا بيان سور النكهة نتاع الهروس فركيتا المحرحرة نتاعنا والمفوحة زادة شاف وبزيت زيتونة وعنا حاجة أخرى ثم الناس تقلي طماطم أنا من نوع ما نقليش طماطم جيست هو يغلي الماء نتاعو والصوص نتاعو ونحط طماطم داكوغ باش حتى كان حاجه تيحك القروسيه نتاعها وبيان سور باش تجينا نحن طماطم تيكال بالحق باش تجينا سيف هي ديجا ما فيهاش قروسيه ما انا من تبعي بالشيف هي باش تزيد تفوح لنا بالباهي بيان سور الكسكسي نتاعنا ويجينا مطمطم هكا كل اللون الاحمر المزيان نتاع الكسكسي بيان سور مش مطمطم مش خفيف كي يجي بين بينين داكوغ محرحه زاد بالفركيته بالحق بنينه برشا الهروس فركيته تبارك الله شيف
الكسكسي نتاعنا بدات تفوح ريحته، دونك شايف يظهر لي الكروفيت ما تاخذش لا لا بعد باش نسوتها الكروفيت، معناها خاطر هي ما فيهاش روح. نحبوا نخليوها كلي مطعمها سوتي اكثر من اللي تبدا هي في الصوص، تبدا شاربه صوص. داكور باهي برشا. دونك شايف نخليو الصوص نتاعنا طيب، شنو مازال ناقصها توا؟ توا باش نعملوا التفويره الاولانيه نتاع الكسكسي ليبيدور. داكور تفضل شايف. انا بيان سور كسكسي ليبيدور اللي ما يغيبش على لازمنا شايف بالحق نستعملوا الكسكسي ليبيدور على خاطر بنين برشا، وكيكا نكونوا متهنين الكسكسي باش يجينا بنين شايف. ان شاء الله. نعنش نحبوا نحبوا ديما الحاجه سيرتو تونسي ولا اي واحد صايم ماذا بي يحط ديما المطعم اكثر من والمنظر نتاع الصحن اللي يتحط قدامه. بالطبيعه شايف العين تاكل قبل. اي حطوا شويه ملح. باش هكاكا شايف نفوحوا الكسكسي نتاعنا. حطوا شويه كركم. و بيان سور الكسكسي نتاعنا ليبيدور دونك هو السافور دو لاني 2019 شيف، هكا بالحق من احسن الحاجات الموجوده في السوق. شويه زيت باش تفير الاولانيه نتاع الزيت. يعطيك الصحه شيف. دونك شيف ديما التفويره الثانيه بعد قداش هكاك وقت ابوبخي؟ ما با 10 دقائق 12 دقيقه تحل الكعبه، نزيدو نفوروا تفويره ثانيه نتاعنا. تو علاش نحطوا له الزيت نتاعو باش يقعد باش كي نهبطو ما يقعدش مكعبل. داكور فهمتني. باهي برشا شاف ديجا يتفوح هاكا، بعد باش نفوحوا بالنوات ميسكا فهمتني في الاخر. شويه قرفه شويه شوشه ورد. رشه نتاع زهر باش يعطي البارفان نتاعو. والزهر بالحق باش يفوح لنا شاف الكسكسي نتاعنا. طيب باش نحطوا الكسكسي نتاعنا يتفور تبارك الله شايف. الحق ماهوش باش يجينا مكعبر جمله. نخليو الكسكيس، ما فما ناسك اللي يحط الكسكسي يلقاه لاصق في وسط الكسكيس، ماذا بينا نخليو الكسكيس يسخن بالكدا سايبك الفابور نتاعو. كي نحطوا الكسكسي نتاعنا ما يقلقناش من بعد كي باش نهبطوا ونفوروا تفويره ثانيه. برشا شايف. معناتها بالحق اللي يتبعوا فينا الكل حتى لو كان قاعد معناتها يعرفوا الغوزات نتاع الكسكسي والكل، لي ديتاي هذوما شايف هما اللي يصنعوا الفرق معناتها في الكسكسي نتاعو. ماذا بينا ما نحطوش برشا ماء في التفويره الثانيه، خلي الكسكسي يشرب الصوص نتاعو، خليه يشبع بالصوص نتاعو باش يجي بنين. فهمتني؟ داكوغ شايف. باش الكعبه تتحل، تو نحطوا سي تو شفنا بعد ما سخنت سخن الكسكيس نتاعنا، وقتها نزيدوا الكسكسي. ان شاء الله. داكوغ. شايفوا المرقز هذا باش نسوتيوه شويه ولا باش نرميوه ديريكتومون؟ باش نسوتيه. هكا باش ياخذ هو المطعم باش ياخذ مطعم الدجاج. وجيست باش نحيو القشور نتاع الكروفيت نحطهم في الواحد بعد نصفيه، معناها نخليوه الصوص يطيب بالقشره نتاع الكروفيت باش ما نخسروش كعبه الكروفيت. داكوغ. فهمتني؟ خاطر هكاكا كان نرميوها ديريكتومون في الصوص. بيان سور هي تضيع. لي برشا معناتها كي باش تحضروا ديما الكسكسي باش يزيدوا الكروفيت، ديما ماذا بيكم جوست تحطوا القشور دونك نتاع الكروفيت باش تفوح هكا الكسكسي صوص شويه والكروفيت نغطيوه شويه باش نربحوا الوقت وكا هو. ما هو في العاده راهو ما يتغطاش، اما نغطيه باش نربح فيه الوقت نتاعك في عود 12 دقيقه ثم 8 دقائق 7 دقائق نربح هكا الوقت بالكدا فهمتني. داكوغ. ديجا شفتوا كيفاش لبيخ ديجا طلع في ساعة بقدرة ربي باش يحضر لنا الكسكسي نتاع شقان الفطر نتاع اليوم. يعطيك الصحة شايف يظهر لي قعدنا كان باش نسوتيو الكروفيت نتاعنا والكعبات المرقاز اللي باش نزيدوهم من بعد بيان سور الصوص. يعطيك الصحة شايف. انا توا باش نمشي ديريكتومون للشيف مؤمن اللي شايف باش يحضر لنا، شنو باش تحضر لنا شايف اليوم؟ باش نحضروا شربة سين عصفور ماك تعرف، دونك مع الكسكسي يلزم تكون شربة موجودة. شايف في رمضان سورتو يظهر لي الشربه ما تغيبش على الطاوله. ما تغيبش على الطاوله. دونك خديت قصيت شويه كلافس شويه سفينيريا شويه بصل. كالعاده والعوايج باش نسحقوا زيت نجمه. المره هذه خذينا زيت نجمه مايس. داكوغ. باش نسحقوا الدجاج الفيرما. دونك هكا شايف اخترنا الزر نتاع دجاج الفيرما. اخترنا الزر نتاع دجاج تاع الفيرما، عندنا شويه بصل، شويه سفنيره، شويه كلافس. بالطبيعه باش نزيدوا شويه ثوم. وهكا تكون الجارنتور الروماتيك اللي باش نزيدوها للدجاج اللي بتعطينا نكهه اخرى نتاع خضره. باهي برشا شايف. دونك كيما ترى انت مثال
لي كولور هكايا كيما لي كولور عندك انت تبارك الله في اللبسه التقليديه. رمضان يظهر لي هو الشهر اللي خلينا بالحق نرجعوا نتذكروا شويه اللبسه التقليديه التونسيه الزمنيه نتاعنا. هي الهويه نتاع البلاد. بالطبيعه ما ننساوش تراث بلادنا بيان سور شيف. باش نزيدوا مع الدجاج كنا ذكرنا البصل وصف ناريه والكلافس. هذوك باش ناكل ديجا باش تعطيونا نكهه اخرى للشربه. داكور. نحركوا مليح مليح. و بيان سور شيف احنا عندنا المغميت نتاعنا دونك الطنجره نتاعنا او ام اس كيما ترى بالحق مزيانه برشا وابار اللي هي مزيانه خاطر شيف احنا رانا في الكوجينه سورتو نسي ياسر صحيت نهتموا ياسر بالكوزين نقولوا احنا لي كولور الكولور نتاع الطناجر وكل هيك بالحق كولور مزيان برشا فما بليزيور كولور اخرين اون بليس زاده مصنوعه اون غرانيت دونك ما تلصقش تنجموا تلقاوها في السيت تيتو بوانت ان شيف شنو تزيدوا طماطم معجونه دوبل كونسونتري نتاع تيكات ساتينا نكهة أخرى بالنسبة للشربة. شو باش نزيدو آخر شيء؟ باش نزيدو هريسة تيكال هريسة منار الجربة. المحرحرة والموزوزة بيان سور. اللي باش تبنى لنا ديجا شربة تعطينا كتوزويزة البنينة والخفيفة. هكا شايف مؤمن سي يعرفني نحب الحار ديما. سي كاو بيان سور. فرح بيا في بهريسة تيكال. تو باش نلقوها بشوية مسخون كيما العادة والعويد. بالنسبة للشربة. عنا كالعادة زادة ديما نذكر اللي بالحق البويوار برانسيس دونك نقصنا بالحق برشا وقت في الكويسون على خاطر في عوض ما نقعد نسخنه في الماء ونستنيه فيه حتى يسخن في الغاز وكل ميم با دقيقة والماء نتاعنا يكون سخون. باش نزيدو نفوحو بشوية ملح وشوية فلفل أكحل كالعادة والعويد شاف هذوما الفحات ما يغيبوش ديما على طعام كيما قال زادة شاف لمجد نحاولوا ديما يظلي في رمضان نقصوا من الملح لو ماكسيموم معناتها هكاكا باش الواحد ما يزيدش يعطش برشا في الليل. وخليه الشربه حتى لين تيب وتغلي. وسبع دقائق قبل ما يذر الاذان نرميو شربه لسان عصفور ليبيدور. وشنو باش حضر لنا اخر شيء؟ شربه لسان عصفور ليبيدور خليوها بحذانا هكا باش نحضروا سلاطه. دونك باش نحضروا سلاطه نتاع قناريه نعرفوا البنه نتاع القناريه والمنفعه نتاع القناريه سيرتو توا. نعطيك استيوس صغيره بالنسبه قلنا شيف باش في نص نتو القناريه باش نسحقوا حليب ناتيلي باش نسحقوا شويه ماء باش نسحقوا فرينة ليبيدور نحطوهم يغليوا كل مع بعضهم ونصمتوها نصمتوا القناريه دونك هكا تحافظ لنا القناريه على كل نتاعها وسيرتو على المنفى. داكوغ هذه استيوس باهيه شيف استيوس بالنسبه للكويسون تاع القناريه. داكوغ شيف دونك شيف ميلا باش نخليك يظل تحضر لنا لي زانغغيديون نتاع السلاطه نتاعنا ما تمشيوش لبعيد خاطر مازال شقان الفطر نتاعنا يحضر باش نرجع توا فيس على الشيف لمجد اللي شاف يظهر لي بدينا توا باش نسوتيو الكروفيت. اي باش نسوتيو توا الكروفيت لازم نحطوا شويه ثوم. داكوغ دونك شيف حطينا شويه زيت نجمه. حطينا شويه زيت نجمه. اي ديجا الخضره بديت نحط فيها انا في الواحد بديت نحط فيها في الصوص تاع الكسكسي. دونك شوف شنو حطيت لنا شايف خضرة في الصوص باش نحطوا القرع الاخضر وباش نحطوا البطاطا وشوية نزينوا بشوية جرينات تاع فلفل بالطبيعة شايف الفلفل الاخضر هذاك يظهر من اساسيات الكسكسي التونسي. شايف دونك لي كروفيت شايف شنو يستحقوا في الفحات في الفحات بريسك شوية ملح وفلفل اكحل هكا هو فوالا خاطر فما برشا عباد معناتها ديما توا تخلط الفحات نتاع الكروفيت معناتها مش كيما الحوميت مثلا ولا الدجاج مش نفس الفاح ديما لا لا ديما حاجه خفيفه باش ما بقري والعلوش مثلا يتخالفوا في مختلف الواحد نتاعهم كيفاش شنو الفرق معناتها؟ ما تحطش التابل مثلا في العلوش باش ما يعطيش المراره هكا هو داكوغ خاطر فما برشا عباد زاده في ديارهم يحطوا شاف الفحات الكل في معناتها في الحوميت الكل لا لا فوالا دونك ديما هي راهو تجي اما تعطي لك المراره فهمتني بالنسبه لنا احنا الكوجينه واحد ما كل حاجه نعطيوها القيمه نتاعها مثلا البواسون بلون مثلا ما نجيوش نحطوا الكمون فيه وفما توا انا ريتهم في برشا الريستورانات يجيك الدورات ولا القاروس يحط لك ملح وفلفل اكحل وكمون ضيعت له القوم تاعه وانت في البريس ذاك معناتها الحوت شاف الحوت الابيض الحوت الابيض ما يحطش فيه الكمون والعلوش ما يجيش معاه التابل ما يجيش معاه التابل هكا هذوما يظهر لي ليزاسيوس خاطر العلوش ديجا تقافيوه علوش ديجا تقافيوه معناها ما نكثروش من الفحات شويه فلفل اكحل وملح وحط الثوم نتاعك ولا تو برشا ناس يقول لك الكسكسي علاش نحط فيه في الثوم لا انا من نوع بون ما نكثرش الثوم اما اما يعمل نكهه خاصه يفوح يفوح
وبيان سور شيف قداش هكاك ابوبخي وقت للكروفيت نتاعنا باش تحضر؟ كروفيت ما با ما با 4 مينوت 3 مينوت هكا جوست هكا تبدل الكولور نتاعها. ديجا تبدلت كولور هذيتها. داكوغ. ديجا تبدلت كولور. ولونها شيف ولا دلول. يعطيك الصحة شيف، شنو مازال شيف ناقصنا توا في الكسكسي؟ توا باش نحط الخضرة نتاعي ونقعد نستنى ديجا الكسكسي باش نهبط ونعملوا تفويرة ثانية. ونوريك المركز نتاعي نحطه على جنب. داكوغ. بالنسبه للحمص ماما هذيك بطبيعته طايب. بطبيعته طايب، دونك شايف باش في اخر لحظه دونك باش نزيدوه للصوص. شايف جوست السؤال توا، الكروفيت اللي سوتيناها والمركز اللي سوتيناه باش نزيدوه للصوص ولا يتقدم من بعد ابار؟ للصوص نتاع الكسكسي. اي شبيه. معناتها باش نزيدوه من بعد الكروفيت والمركز. الصوص نتاع الكسكسي. داكوغ، وكيك باش يتفوح شاف الصوص نتاعك. وشنو نسوتيوها باش يتكبس. داكوغ. جست نتاع هبطة اوكي شاف. هي البرشا هكاك يظهر لي باش يحضر لنا كسكسي رويال يعمل 66 كيف. اقعدوا معانا ما تمشيوش لبعيد باش نخرجوا بيوب صغيرة ونرجعوا لكم في اولاد الكسكسي.